السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الأعزاء. بداية اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. الصورة تعبر عن نفسها، بمجرد أن وضعت هذا الطائر فوق البيت جاء هذا الصقر مغيرا عليه ليختطفه. انظروا إلى قوة هذا الصقر. هذا العود، عود المخيط، كان مربوطا بهذا السلك. انظروا، لقد فك السلك منه. هذا هو الصقر، حاول أن يأكل هذا طائر الليك، حاول أن يأكله، ولكن النتيجة أنه قد اصطيد بالمخيط، اصطيد بالمخيط. الآن سأقوم ب اللي هو تسليكه من المخيط. سأستخدم الماء. طبعا طريقة مسك الصقر، يجب جلب الأقدام إلى الأسفل وإمساك بها مع اللي هو مع الجناحين. تمام. يعتقد هذا الصقر أنه قد وقع في يد أي حد، ولكنه لم يقع في يد أي حد. سأقوم الآن بتنظيفه. سأقوم بتنظيفه من مادة المخيط بالماء. شد الجناح. طبعا سيحاول الصقر الامساك بيدي ولكنه لن يستطيع ان شاء الله رب العالمين. انا الان اخرج المادة اللاصقة من على ريش الصقر لاضعه بعد ذلك في قفص ليجف ريشه. نعيما. وبهيك أعزائي المشاهدين، هذا الصقر أودى بنفسه ونزل يأكل طائر الليك، ولكنه اصطيد في مادة المخيط. انظروا إلى قوة هذا المخيط، كيف أنه قوي، يمسك بالصقر ويمسك بأي طائر كبير. كان قد مسكه من ذيله وطرف الجناح.
طبعا أعزائنا المشاهدين، أنا انتظرت على بال ما جفت جناحين هذا الصقر علشان بعد هيك راح أطلق سراحه، لكن علشان أنا خايف إنه يلطش إيدي فراح أطلق سراحه. حطه هيك ونشوف كيف. يلا يلا مش راضي يطير. اجري يلا. مطارش بشوف. طبعا متابعينا الاعزاء زي ما انتم شايفين بصراحة بعد ما نظفت جناحينه بدي اطلق صراحة، لكن زي ما انتم شايفين احنا بدنا نطلق صراحة، بدنا اياك تروح تطير. انا مضطر طبعا اخليه على بال ما جناحينه يتحسنوا ويقوى احسن من هيك عشان اطيره، لانه ما بيلزمني وانا حابب اني اطلق صراحه يعني. تمام، شو بتنصحونا شو بتقولونا؟ زي ما انتم شايفين هو شكله يعني حابب يضلوا عنا. شوف جيب الكاميرا هيك على وجهه. انا راح اخليه وان شاء الله في فيديو تاني بيكون جناحه او ريشه بشكل عام صار افضل وبنطيره وبنطلق صراحه امامكم، لكن مضطرين انه احنا نصيد له. ها بحاول يطير، حاول يطير مش قادر. متابعي الاعزاء، بعد محاولات يعني حثيثه جدا على تجفيف جناحي هذا الصقر من الماء، بعد ان قمت بتنظيف جناحيه من ماده المخيط، للأسف الصقر لم يستطع الطيران، وذلك لأن الجو كما ترون الجو غائم وشتاء، ويعني لا يوجد شمس لتجفف ريش هذا الصقر. سأتركه لغدا إن شاء الله حتى تخرج الشمس، وأضعه في الشمس لبعض الوقت حتى يجف تماما، وأتأكد من أنه يستطيع الطيران، وأقوم بإطلاق سراحه وأصور لكم ذلك، و إن شاء الله سترون الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وضغط زر الإشعارات ليصلكم كل جديد.